يحتفل الذقاريون بعيد الفطر المبارك كل على طريقته الخاصة، فمنهم من يذهب إلى الحدائق العامة والمتنزهات، ومنهم من يتوجه إلى المولات والأسواق للتبضع، وبعد ذلك إلى المطاعم وصالات ألعاب الأطفال لقضاء أوقات ممتعة. كل عام وانتم بخير، إن شاء الله على الشعب العراقي صحة وسلامة، إن شاء الله أجواء العيد حلوة، إن شاء الله وهاي مدينتكم الناصية وكل أهلها بيكم. والله طلعنا عايدنا الأهل والأصدقاء والعمام والخوال. نهني الشعب العراقي بعيد الفطر المبارك، وإن شاء الله الأمن والأمان على مدينتنا الناصرية. الشباب هنا قدموا التهاني التي كانت محملة بالأمنيات بأن يعم الأمن والأمان والاستقرار في ربوع بلادنا الحبيبة، لا سيما محافظة ذي قار، فضلا عن توفير فرص عمل لهم والازدهار لمدينتنا. كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة إن شاء الله عليكم وعلى الشعب العراقي. أجواء العيد هنا ما شاء الله تخبل، ويا جماعتنا أصدقائنا، يعني الأجواء العيد جنة. أمنياتنا أن شعبنا يستقر، العاطل عن العمل يشتغل، شباب هواي عاطل عن العمل، أتمنى يعني الشباب اللي عاطل عن العمل يشوفوا له فرصة عمل، يعني هذه يعني أقل أمنيات اللي جاي نطلبها يعني وما جاي تتحقق. رجال الأمن والمرور يواصلون عملهم مع تكثيف الجهود لإنجاح خطة العيد، فها هم ينتشرون في شوارع المحافظة لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين. نهانا أبناء شعبنا العراقي العظيم، معالي وزير الداخلية المحترم، رجال الأجهزة الأمنية، بالخصوص رجال المرور، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعلى أبناء شعبنا العراقي بخير وأمان. وتمت المباشرة رجال المرور بالخطة المرورية بمناسبة عيد الفطر بخروج المقرات بمديرية المرور بمشاركة ومؤازرة إخوانهم رجال المرور تنظيم حركة السير والمرور من أجل خلق انسيابية بحركة المركبات، وكذلك تهيئة جو مروري يتلائم بهذه المناسبة. طبعا متواجدين رجال المرور منذ الساعات الأولى من الصباح لغاية انتهاء آخر زخم مروري في مركز المحافظة بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية.